اولا كل الشكر الجزيل لجمعية الزاوية، وكذلك للشكر خاص للنقابة المغربية للمهن والفنون الدرامية على هذا المجهود وعلى هذه البادرة الطيبة اللي خصنا احنا دائما اننا نفكروا للشباب ديالنا ونفكروا لهذه المهن الفنية ونفكروا للتكوينات اللي الشباب ديالنا هو في حاجة لها. فشكرا لكل المنظمين، شكرا للناس اللي فكروا في هذه الخطوة، لانه مدينة المناطرة فيها طاقات، فيها شباب، فيها ناس اللي عندهم مواهب، يعني مواهب مهمة جدا في التمثيل، فلما لا ان الناس يفكروا فيهم ويخليهم انهم يسقلوا هذه الموهبه ديالهم، وهذه ما يمكنش نسقلوها الا بالورشات التكوينيه. فهذه الورشه هذه انا كنعتبرها كمرحله الاولى، فنتمنى انها تكون المرحله الثانيه والمرحله الثالثه باش الشباب ديال مدينه المنيطره انه يستفد اكثر فاكثر. السلام عليكم، معكم ابراهيم يرو. اليوم حنا في دوره تكوينيه اللي مشرف عليها الفنان والمخرج فريد الركلهقي، وهاد الدوره من يعني اللي نظمتها النقابه المغربيه للفنون الدراميه، وخلاص دازت دوره تكوينيه في اجواء جد جد ممتازه، وكان واحد المجموعه ديال المواهب اللي استفدوا من هاد الدوره. الحمد لله استفدنا اليوم من الدوره التكوينيه الكونسنتراسيون كاساس ديال الخشبه والتمثيل، وخلاص كذلك على تقوية الذاكرة عند الممثل. هادو اللي ركزنا عليهم اليوم. كانت دورة تري انتريسونت مع الأستاذ والفنان المخرج الكبير السي فريد الركراكي، اللي كانوا فيها ديزيكزارسيس بوغ لامبروفيزاسيون، لا كونسونتراسيون، l'imagination et la mémoire traitement à part des exercices quand soit la libération du corps باش le corps qui libéra فوق لا سين، وكانت واحد الحصه اللي ما بخل علينا حتى شي حاجه، فيها الكثير من الحفاوه والاستقبال الزوين اللي حسسنا كنا 30 بيرسون، حسينا راسنا كوم ان بيرسون، ما كانش فرق بين لو سكس فام و اوم، كنا لا ميم كاتيجوري. شكرا على الدعم ديالكم، على الحضور ديالكم لهذا النشاط التكويني اليوم. الفرع الاقليمي للنقابه المغربيه للمهنيين الفنون الدرامية وبشراكة مع جمعية الزاوية للتنمية والثقافة والفن كينظموا ورشة تكوينية لتكوين الممثل لفائدة مجموعة من شباب الفنايطرة اللي جاوا من أحياء مختلفة، منهم اللي جانا من بلوجي، اللي جانا من قصبة مهدية، من الساكنية، من الخبازات، من مركز المدينة، مجموعة من الشباب اللي كيمارسوا المسرح بدور الشباب المتواجدين في المدينة، جاوا اليوم باش يستافدوا من تجربة ممثل مخرج أستاذ التعليم الفني بوزارة الثقافة، وأيضا مؤثر مسرحي ومدير فني مجموعة المهرجانات اللي هو الممثل والمخرج فريد الركراكي. فريد الركراكي ماشي غريب على المدينة، هو ولد الخميسات، وبعد التخرج والعمل اختار الإقامة في قنيطرة، وكنشكروه على تلبية الدعوة لمشاركة تجربته الفنية في مجال التمثيل مع الشباب الحاضرين. وأيضا يعني بعد انتهاء الورشة عندنا لقاء مفتوح ما بين الأعضاء ديال النقابة اللي أغلبهم ممثلين عندهم تجارب مسرحية اللي كتمثل أكثر من 20 14 30 سنة، غيدخلوا إن شاء الله في حوار مفتوح مع الممثل فريد الركراكي والمخرج، اللي أيضا مشاركة تجربته كفنان كممثل كمخرج معهم مع الحضور اللي كاين معنا في القاعة. وهذا النشاط هذا ما تم يعني ما تم الا يعني بالمديريه الاقليميه لوزاره الثقافه اللي اعطتنا القاعه اللي احتضنت هذا النشاط. هذا مشكور على هذا المجهود هذا، وهذا النشاط ايضا كيوصل للجميع بفضل يعني الناس الاعلاميين، الموقع ديالكم، المواقع الاخرى الحاضره. شكرا ايضا على هذا الدعم هذا، وكنتمنوا دائما نكونوا عند حسن الظن الجميع. كنتمنوا ان هذه الورشات التكميليه ان شاء الله لا اكيد ان شاء الله مستمره مع الشباب، لان التكوين المستمر دائما يعني ضروري خصو يكون دائما على طول السنه. وفي نفس الوقت الورشه التكوينيه المسرح الهدف ديالها
ماشي غير يكونوا ممثلين، ايضا هو يعني هي ورشه كتساهم المشارك فيها على انه يكتشف الشخصيه ديالو، يكتشف مجالات الابداع ديالو، يكتشف حتى مناطق الضعف ديالو ويشتغل عليها. يعني المسرح في خدمه بناء شخصيه المواطن الصالح اللي غيكون ان شاء الله في المستقبل فاعل وفعال في المجتمع اللي كيعيش فيه في مدينته او في بلده المغرب. وهذا هو الهدف الاسمى من هذه الورشه، يعني المساهمه ولو بقدر يعني بسيط في انشاء او في انشاء او في خلق او المساعده على خلق مواطن صالح يعي ما له وما عليه وعنده وعي باهميه التربيه الفنيه في حياه الفرد. لان التربيه الفنيه في حياه الفرد تاثيرها بحال بحال تاثير الطبيعه. الانسان كيمشي للبحر، كيمشي للغابه، كيمشي للاك سيدي البحيره باش يعني باش ينتعش. ايضا المسرح سواء جيتي تفرجتي او درتي ورشه ايضا فيه انتعاش، فيه استفاده على كل المستوى. كما كنقولوا بلي المعده كتغذى الماكله، ايضا الروح ديالنا محتاجه للتغذيه من خلال الانشطه الفنيه. والورشات هي في هذا الاطار هذا، تشجيع الشباب على ممارسه المسرح، وايضا تشجيع الشباب على الاستفاده من تقنيه المسرح في حياتهم الشخصيه، في حياتهم الدراسيه، في حياتهم العمليه.